بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ ومنه وباسمه نتوكل ومنه دائم نطلب التوفيق والسداد على بركة الله وحوضه. انطلق شوط من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا التاسع والتواصل دائما هنا في هذا الانطلاق على أرضية هذا الميدان. التواصل دائم هنا في هذه الكوكبة أرضية ميدان الطي، هنا دائما شكر موصول لرئيس اللجنة المنظمة سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم والكوكبة الجيدة التي تعمل في نجاحات سواء عند نطاق خط النهاية جميع الدوائر هنا المتواجدة على أرضية هذا الميدان. شوط الجعدان المحليات الأصائل لأبناء القبائل. نحن بنقول شوطنا التاسع إنما الشوط الأول الرئيس، انتبهوا يا مضمرين، انتبهوا يا ملاك. نتمنى إن شاء الله سير مع مشكور لمحمد بن معتوق بن شامس العامري. انتقل وياكم الى المركز الثاني اللي في المركز الثاني شاهين محمد المهير بن زيف ابو نواس اللي هو شاهين، نعم ثالث المراكز هناك من الجانب الثاني. شعار الحميري ايضا يتواجد على ثالث المراكز ايضا هناك. نبغي نتعرف عليه مياس محمد بن صالح بن علي الحميري، بينما اللي في المركز الرابع مصدع راشد بن حمد بن محمد الاغفلي. خامس المراكز هناك ناصي عبيد بن سلطان بن مرهان الاجتبي. وفي المركز السادس ياتينا شاهين ونعم لسعيد بن علي بن واصل الاجتبي. نقلتنا على المركز السابع، هناك مياس محمد بن يبع بن مصبيح الفلاسي. وفي ثامن المراكز من يتواجد هنا معنا سراب سالم بن مانع الغويس سويدي على سابع المراكز. النقلة هناك على المركز الثامن مياس لفهد بن علي محمد الهاجري. وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع سلهود حمد بن محمد الغويس السويدي. وفي عاشر المراكز صدام خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. هكذا هي النتيجة. حضورنا الكريم للمراكز دعناها عليكم بالهو التمام. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة لهذه الكوكبة الجميلة العاشرة لهذه الشعارات الجميلة والمميزة والباحثة عن انتصار وعن ناموس في هذا الشوط. الأسامي كثيرة والشعارات يعني تتميز بأدائها وبألوانها وبأشكالها هنا على أرضية هذا الميدان. نسير هناك للي غير سراب اللي غير على المركز الأول، يتسرب يعني من موقع إلى موقع مساعة في سادس المراكز ولا سابع مراكز، ولكن في موقعه الصحيح سالم بن مانع الغويص السويدي. ما شاء الله من يقدم سراب، من يبحث مع سراب هنا في هذا الشوط. بينما اللي في المركز الثاني مياس محمد بن صالح بن علي الحميري. بينما ثالث المراكز هناك مشكور لمحمد بن محمد بن معتوق بن شامس العامري. ثالث المراكز النقلة شاهين لسعيد بن علي بن واس الاجتبي. النقلة هناك على المركز الرابع شعار بن واس. خامس المراكز متواجد معنا مياس لفهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. وفي المركز السادس وصل شعار السبوسي على ظهر سراب سلطان بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي. بينما اللي في المركز السابع وصل الدرعي مع بن حلوة يتدرع الدرعي مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي هنا على سابع المراكز. بينما اللي في المركز الثامن صدام خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. والمركز التاسع شاهين لمحمد بن مهير بن سيف أبو نواس. وفي المركز العاشر هناك أيضا شعار الحميري على عاشر المراكز هناك اللي هو سلام المبارك بن حمدان بن محمد الحميري. ها هي النتيجة. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز. ولكن وين نحن؟ نحن في العد التنازلي، نتجه إلى الكيلو الأخير، نتجه إلى المعمعة الأخيرة. ما شاء الله سراب مع 1200 متر مع اللحظات الجميلة. 1200 متر يا ملاك، 1200 متر يا سراب ويا شاهين ويا الحذر ويا الأسامي ويا الدرعي هناك. والله يعني بدأت الأوامر حتى هذه اللحظة ما صدرت. سراب سالم بن مانع الغويس شاهين لعلي لسعيد بن علي بن عبد الله بن واس من يقدم
يتقدم هنا شاهين على ثاني المراكز النقلة، على المركز الثالث من ياسر محمد بن صالح بن علي الحميري الدرعي مطار بن سعيد بن حلوة على الشتبي رابع المراكز، المركز الخامس هناك تراب لسلطان بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ما شاء الله ما شاء الله سراب مع الدرع في رفقة في قوة في صراع في هذا الشوط، سراب في المركز الأول، سراب في المركز الأول، الدرع ثاني المراكز، هناك مياس أيضا يلاحق، سراب أيضا على رابع المراكز، ألف وتقريبا ولا 600 عن خط النهاية، 600 متر ما تبقى عن خط النهاية، وحذاري من اللي بتصدر عليها الأوامر، حذاري من اللي بتصدر عليها الأوامر. ما شاء الله ما شاء الله النجوم البيضة يعني لامعة وساطعة في هذا الشوط، لامعة وحساسة. سراب في المركز الأول، سالم بن مانع على غويس السويدي، هناك مياس السيد محمد بن صالح بن علي الحميري مع اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة. ما شاء الله ما شاء الله يا مياس، غير مياس، سيطر على المركز الأول، سيطر على مقدمة الشوط. ما شاء الله، بقول سلام 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 لأهل مدينة العين، واسعد الله صباحكم صباح الفل والنرجس، صباح الناموس والامتزاع. تهانينا والناموس للسيد محمد بن صالح بن علي الحمير بمناسبة فوز سراب مياس في المركز الأول. ها هي لحظة صورة خط النهاية، المركز الثاني سراب سالم بن مانع غويس، المركز الثالث للسيد سلطان بن علي بن سلطان السبوسي، المركز الرابع أيها الأخوة للسيد فهد بن فهيد الهاجري، خامس المراكز على ما ظن شعار أبو إبراهيم ولا شعار سعيد بن علي أبو نواس. هكذا هي النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. 6:20 39 جزء ثاني هو التوقيت. مياس هانينا وناموس السيد محمد بن صالح بن علي الحميري.